هنوصف الكابينة الـ TDE200 اللي موجودة قدامنا هنا. أهم حاجة عندنا 10 فري سلوت، أي سلوت منهم ممكن أحط فيه أي كارت خارجي أو داخلي زي ما أنا عاوز، بشرط إن أنا معديش الساعة القصوى للخطوط الداخلية للعدد العادية اللي هي 128 سنجل لاين تليفون. الكابينة طبعا فيها سلوت تاني للأوبشن كارد. طبعا الكابينة دي لو هي تي دي اي هبقى محتاج ان انا احط الاوبشن كارد عشان احط كارت فيزا وكذا، لكن التي دي اي سيريز بتيجي بيلت ان فيها الديزا فويس مسجز والاي في ار. كارت السي بي يو وكارت الباور اساسيين، ما ينفعش كابينة تشتغل من غيرهم. اي كارت تانية ممكن افكه في اي وقت، لكن كارت السي بي يو والباور ما ينفعش. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على خاصيه الهوت سوابنج، اللي هي ان انا ممكن اشيل اي كارت في السنترال وارجعه السنترال شغال، عشان لو السنترال شغال في مكان مهم انا طبعا ما ينفعش عشان اعمل اضيف كارت او اشيل كارت لازم اقفل السنترال. فخاصيه الهوت سوابنج بتديني امكانيه ان انا افصل الكارت وارجعه السنترال شغال. سي بي يو تي دي اي بالتحديد بيختلف اختلاف جذري عن سي بي يو بتاع تي دي اي في ان هو الكونكشن كوميونيكيشن بتاعه عن طريق الار جي 45 كونكشن. واحده منهم طبعا بتبقى اعلى الوان كونكشن، عشان انا ممكن اوزع ال 128 اي بي فون اللي بركبهم على السنترالات تي دي اي على 16 لوكيشن مختلف، ايا كان 16 مبنى او 16 محافظه او 16 دوله ايا كان. وبيبقى عندي الوصله بتاعت الوان، ما ينفعش ان انا افصلها لانها بتوصل اكثر من مكان ببعض او بتوصل مجموعه سنترالات ببعضها، فبيبقى عندي المدخل الثاني او البورت الثانيه الار جي 45 عشان اعمل منها صيانه للسنترال او اعمل تعديل للبرنامج وكذا. ده اللي احنا كنا عايزين نحب نقوله بسرعه على الكابينه تي دي اي 200.